المتسابقين عبد العزيز الرشيد وعبد الله بن مطلق الشمري، اهلا وسهلا بكما، حياكما الله وبياكما وسدد على درب الخير خطاكما، اهلا بكما يا مرحبا بكما. شلونكم؟ طيبين؟ طيبين. تعبتم؟ رايحين جايين رايحين جايين لين النهايه. ها هذه عشان تخفون التوتر. جاهز انت عبد الله وعبد العزيز؟ ان شاء الله. طيب شيخ احمد. نعم. انت مختارهم عشان انهم يفطول بعض؟ لا يا عبد الله. نعم. هذا يقول قل نعم وخلاص. لا لا كيف ممكن؟ طيب قل لنا مين يبدا من الشباب. نبدا بعبد الله الشمري. عبد الله ابن مطلق الشمري هو من سيبدا. عبد الله مطلق الشمري من مجمع حلقات الصديق. أنا سعيد بانضمامي لفريق الشيخ أحمد العبيد، وبإذن الله أني بقدم مستويات طيبة، وأنا طموح أني أتأهل. ما أقدر أوصف شعوري، لكن أنا سعيد على كل حال أني رجعت للمسابقة. لما رجعت أنا وعبد الرحمن الحارثي لم أكن متوقع أني بسترجع، لأن كان معي منافس يعني قوي، لكن الحمد لله أنهم اختاروني. أقول لعبد الرحمن الحارثي الجايات أكثر وموفق بإذن الله. أقول للشباب أنهم يجتهدوا وأسأل الله لنا ولهم التوفيق. أقول لزملائي بأن ينتظروني وأني سأنافسهم بإذن الله، وبإذن الله نتأهل من نصيبنا. هنا تتألق الأصوات وتصدح في سماء الأكوان، كبار ها هنا وصغار تباروا مثلما فرسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا مرحبا بالسمي. يا هلا بك. وبشمر. يا بعد أهل الشمال أهل الكرم. قرب شوي كذا. وشك خايف؟ لا والله. أكيد ما في توتر. طيب نشوف تعليق الشيخ صابر على تلاوتك يا أبو عبد. الله يسعدك يا شيخ عبد الله ويبارك فيك. آمين وياك. تلاوة جميلة والله. نمط التلاوة جميل و أديت أداء راعي خاصة والتقوى يوما ترجعون فيه إلى الله. يعني هي محاولة ممتازة، يمكن تحتاج يعني تكملة بعدها وآيات بعدها، لكن ما شاء الله كانت جميلة التلاوة. انتبه للخيشوم من بداية التلاوة، شوي الأنف له دور كبير عندك يا شيخ عبد الله في التلاوة، وهذا يغطي على زهاوة التلاوة. يعني التلاوة ما تكون زاهية، ما تكون جلية. يعني نشبه الخيشوم هذا كأنه ضباب على التلاوة كده، يعني يخلي يقول يا أيها الذين آمنوا، غير يا أيها الذين آمنوا بس. فإن كنتم انتبه كأن مرتبة الإخفاء مرتفعة شوية، إن كنت كنا منفخمة شوية، وتبتم فيها يعني الهمس كان زائد جدا في التائين، وخاصة مع التعاقب يعني كان لها. وإن كان ذو عسرة فنظرة. نعم ذو عسرة، السين كان فيها ضم شفتين، كان خارج عسرة. لا وإن كان ذو عسرة، عسرة
لابد أن أرجع الشفتين حتى يخرج السين صافيا ساكنا. الله يرضى عليك يا عبد الله ويبارك فيك ما شاء الله تبارك الله. شيخ يوسف ما شاء الله عليك يا عبد الله، تلاوة مميزة ما شاء الله. الميكروفون كان بعيد عنك شوي، كان قربته شوي عشان ترتاح في الأداء أكثر من أنك تضغط على نفسك في الصوت. لا أزيد على ما ذكر الشيخ، لكن تبتم من قوة ما شاء الله عليك، من أظهرت قوة التاء أخفيت الإغلاب. الصح العكس صحيح، الصحيح أن تقول فإن تبتم تبتم وليس تب تبتم، صار التاء قوية والباء أقل. فنظرة إلى ميسرة، يعني كان كسرتها بشكل أفضل، فناظرة إلى ميسرة. ما أبغى أكثر من كذا، لكن مثل ما ذكر الشيخ يعني ما شاء الله حتى نهاية الآية أو القفلة كانت ممتازة، واتقوا يوما ترجعون فيه الله كانت مميزة حقيقة. بارك الله فيك يا إبراء يا عبد الله. طيب عبد الله بن مطلق الشمري كانت تلاوتك هي الأولى في المواجهة الثالثة. الآن نستمع إلى من سيواجهك وهو عبد العزيز الرشيد. عبد العزيز محمد الرشيد، مجمع حلقات الراجحي بحي شبرا. شعور غريب لأنه أول مرة في حياتي أسجل في قناة، فكان شعور غريب وبين الغرابة وبين الرهبة. يعني قبل ما أدخل الاستديو كنت أفكر بالقراءة اللي راح أقرأ فيها وبالنغم اللي راح أستخدمه وبالطبقة اللي راح أستخدمها، هذا اللي كنت أفكر فيه. حتى أنه كان معي تسجيل قديم كنت أحاول أنه أحاكيه على أساس أنه أقرأ بنفس الطبقة ونفس الترتيل. أنا عني كنت متفائل أنه بعد توفيق الله أنه أترشح، والحمد لله التفاؤل هذا لقى يعني التأهل اللي صار لي الحمد لله. بحاول قد ما أقدر أنه أبيض وجه الشيخ أحمد، وحاول أنه أكون الأول في فريقه قد ما أقدر، وإن شاء الله أني قدها. لا تتألق الأصوات وتصدح في سماء الأكوان، كبار ها هنا وصغار تباروا مثل ما فرسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوكل على العزيز الرحيم، الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما شاء الله تبارك الله، حياك الله أخي الغالي عبد العزيز الرشيد. نسمع الشيخ يوسف.
حياك الله عبد العزيز. الله يحييك. ما شاء الله، قراءة جميلة حقيقة، واختيارك الآيات كان موفق. بدأت بداية جيدة لين حد وصلت والشعراء يتبعهم الغالب. أنت حاولت ترفع صوتك أو ترفع طبقة الصوت، لكن الله عز وجل قدر لك أن هاي طبقة صوتك لا تتجاوزها بقدر الإمكان. متى ما تجاوزها تطلع نشاز، وهذا اللي حصل معك قبل شوي. انتبه لي العزيز الرحيم أول ما بدأت، وتوكل على العزيز الرحيم. عزيز لا تمدها، العزيز الرحيم خلاص. الشياطين يفعلون كاذبون، انتبه لا تقفل الشفه وانت لا زال زمن الحرف مستمر. لا تقول كاذبون شياطين، تحصل الصوت ترى يبين، خاصة لما تكون مثل السماعات عندنا هنا يبرز فيها الحرف، يطلع فيه إقفالة الشفة تبين كأنك تنطقها ميم في الأخير. شياطين لاحظت هذه تقريبا بعض الملحوظات، لكن ما شاء الله تلاوة طيبة. ما شاء الله. شيخ صابر الله يرضى عليك يا عبد العزيز، يا سلام. يعني هي قراءتك محيرة والله، إيش هذه القراءة هذه؟ على نمط قراءة من ولا بس كده من عندك؟ القراءة هذه يعني فرائحية، بداية توكل على العز الرحيم. يا سلام. وبعدها حاولت أنه أعدل في الأداء، مع أنه في البروفا كانت الشعراء كانت مضبوطة، بس يمكن خانني الرفعة شوي. هو طبعا أنا ما أقدر أحكم، أنا قلت إن الرفع في الشعراء يعني كانت نشزت، لكن لو الصوت كان منفتح أكثر يتحمل الرفع، لكن لو ضغطت على الحنجرة والشعراء، لكن لو الشعراء لو فتحت الصوت يسمح بمساحة أكبر. وانتصروا خرجت الغنة خرجت مفخمة شوي، أي وينقلبون كان فيها هزة تشبه الإرهاق الصوتي شوي، هل يمكن من الإرهاق الدائم الإرهاق من رفعة الشعراء؟ لكن جو التلاوة جميل، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني نمط غير معتاد، يعني ما شاء الله تبارك الله، يزيدك من فضله. لأنه إمام الشيخ صابر، لا يدل صلي التراويح. ما شاء الله، عشان كذا صلي التراويح. ها أعانك من الله. في تعليق عندك كان الشيخ أحمد تبي تقول شيء؟ اي اقول هو مجهد عنده بابا. مشكله اصلا الف لا باس عليك، لا باس عليك، الله يبتعك بالصحه ولدي. الله يجزاك خير. عبد الله ابو مطلق الشمري حياك الله، تجلس توقف بجانبه يا عبد العزيز. الله يسعدكم جميعا. ايوه هنا، يا مرحبا، تعالوا بس كذا على اليمين، معلش بتعبكم شوي. هناك هناك، ايوه ايوه، يا مرحبا. ناظرون فيه كذا اشوفكم. متفائلين ان شاء الله وخير. ها موضوع خير بإذن الله. بإذن الله خير أكيد. والله قلت طبعا ما فيكم خاسر أبدا، إحنا اللي بنخسر أحدكم أنه بيغادرنا بس في البرنامج، ولا ما شاء الله تبارك الله. إيش ما تتناظرون فيني وأنا أسولف معكم؟ ما تحبوني؟ لا يا شيخ، بس أنا ضايق قصرت معكم في شيء عبد العزيز؟ لا وش تعمل، ضايقتكم في شيء؟ آذيتكم؟ ضغطت عليكم؟ وترتكم؟ أموري طيبة الحمد لله. الله يحفظكم. ها شيخ أحمد يترقبون هم شيء يا عبد الله، لا تلوم. أنا عارف والله، أكيد أكيد، بس إني أحاول إيش لطف الجو حتى يخف التوتر. الله يعين. مرتقبون. إيه والله. ها شيخ أحمد مرتقبون. عطنا العلم. أعطيك العلم، أعطيك العلم. طيب، إن نسعد بانضمام ابننا عبد العزيز الرشيد. عبد العزيز الرشيد ألف مليون مبارك، تأهلك إلى مرحلة المحاكاة. يعطيك العافية. بقية الشباب في الفريق، فريق الشيخ أحمد إبراهيم و